شو عم يعمل هذا هون؟ جابر الحرام؟ كيفك لميس؟ منيحة وانت؟ ايه ان شاء الله على طول بتضلك منيحة. شكرا. نمشي لميس؟ لك بدر كيفك؟ ما بدك تسلم علينا؟ شو انتو بتعرفوا بعضكم؟ معقول ما حكالي؟ انا وبدر كنا منشتغل سوا بنفس الشغل وفيك تقولي عنا شركة كمان، ما هيك بدر؟ بدر؟ جابر اسمك ما هيك؟ جابر، ايه جابر. غريب ما بعرف كيف نسيته، نحن كنا نشتغل بالمطعم بنفس الوردية المسائية، هو كمان كان يشتغل بصف السيارات بس ترك قبلي ولهيك ما تذكرته فورا. كيفك انت شو اخبارك؟ منيح طمني عنك. الحمد لله بخير. ايه قلي انتو من وين بتعرفوا بعضكم؟ ساكنين بنفس الحارة يا رجل، فيك تقول جيران. والله هيك؟ عم قول لحالي شو هالصدفة. ماشي، لكان فرصة سعيدة. يلا بشوف. اوكي بالتوفيق. انتبه لحالك اخي بدر. الله معك. خاطرك لميس. يلا. هذا الزلمة حرام. بالله جد؟ طبعا، وانا عملت المستحيل لبعده عن اخواتي احمد وحكمت، فشو بدك بهيك واحد؟ والله ما توقعت يكون حرامي لانه انا اصلا ما بعرفه. حرامي لكان؟ ظن انه كان يشتغل معكم بصف السيارات تمويه مو اكتر، مشان يسرق سيارات. وبيسرق سيارات كمان؟ طبعا. شي وصف. غريب، ما بقى ينوثق بحدا بهالايام. يلا تعال، جوعانه انت.